تحولت المحافظات إلى ما يشبه ثكنات عسكرية، وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها لتأمين الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة 25 يناير. وتم نشر القوات في الشوارع والميادين وأمام دور العبادة والمنشآت الحيوية، فيما أمرت مديرية أمن الإسكندرية بحبس حضوين بجماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحرض على التخريب وتعطيل مرافق الدولة وتهدد السلم العام. دكتور غادة، يمكن في المناسبات زي 25 يناير نبقى دايما قلقانين من الادعاءات الكاذبة أو من قول جماعة الإخوان أو من كانوا يسمون بجماعة الإخوان الآن جماعة الإرهابية بعمل مشكلات، قلاقل، تفجيرات في بعض الأماكن، نشدد التأمين. هل تعتقدي أن المظاهرات المزعومة أو قد يكون التهديدات المزعومة من قبل هذه الجماعة الإرهابية المحظورة ستكون واقع في 25 من يناير أم لا؟ يمكن بصي أقول لك على حاجة، يمكن السنة دي بالذات ده أكتر مرة أنا مش شايفة أن في خوف عند الناس من 25 يناير، يعني خلاص، يعني يمكن لو في أجهزة أمنية عندها تحسبات وكده فده جزء من شغلهم الروتيني بقى، لكن الناس في الشارع أنا مش شايفة أن في ناس المرة دي، يعني يمكن السنين اللي قبلها كانوا يقولوا هيحصل حاجة 25 يبقوا خايفين وما ينزلوش ومش عارف إيه، السنة دي أنا مش شايفة. وعايز اقول لك ان الحقيقه الاخوان مش محتاجين ان هم يدعوا لمظاهره، لان الحكومه قايمه بالواجب ومقدره الشعب المصري بما فيه الكفايه ومستمره، يعني الحقيقه لو حبينا نصف الحكومه او نصف السياسه العامه لاداره شؤون الدوله دلوقتي نقول هي دي الايد الغير مباشره للاخوان، لان يعني يمكن لو كانوا الاخوان بيدفعوا فلوس علشان يقلبوا الناس على الدوله وعلى الحكومه والله ما كانوا هيعملوا احسن مما اللي هو حاصل دلوقتي. فبالنسبه ل 25 يناير انا مش شايفه في اي يعني تخوفات، ولا الناس حتى في دماغها الاخوان دلوقتي زي ما كان قبل كده في